خبر إن ذي الصلة تعتبر المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني الأكثر حضورا في النظام الغذائي للموريتانيين. ازداد الإقبال على هذه المادة في شهر رمضان الكريم، حيث تشهد الأسواق إقبالا مكثفا من طرف المواطنين. ولضمان الصحة وجودة المعروض في هذه المواد، بدأ قطاع البيطرة وضع خطة متعددة ترتكز على الجانب التشريعي، كما تشمل إجراءات أخرى لمواءمة هذه المواد مع المعايير الصحية. ولتسليط الضوء على هذه الإجراءات، نستضيف لكم في هذه النشرة الدكتور محمد والبابا، مدير الخدمات البيطرية بوزارة البيطرة. مرحبا بكم دكتور. أولا، ما هي طبيعة المهمة الموكلة إلى قطاع البيطرة بخصوص تأمين جودة المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني؟ بداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قطاع البيطرة هو المسؤول الأول عن جميع سلامة جميع المواد ذات المنشأ الحيواني، ما فيها المواد اللي قبل الاستهلاك، وهنا عرضها للاستهلاك. وطبعا تستمد تشريعاتها من القانون المنظم لقانون المنظم للتفتيش الصحي، اللي حقيقة كان من 65 وتم تفعيله في الأسابيع الماضية، واليوم حرصت الحكومة طبعا بإشراف المهندس يحيى الحدمين على تنفيذه مباشرة، وهذا يعتبر رقم قياسي في تنفيذ القرارات. عادة القرارات لا تجي وتعطي ياسر ما ونفذت، وقد قلنا هون في حلقات ماضية في التلفزة ووسائل الإعلام أننا متباركين مع إعادة تنظيم وتفعيل تفتيش وسلامة المواد الغذائية، المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني. ذات المنشأ الحيواني، لو 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 تساءل المواطن هنا، ما هي المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني؟ مواد الغذاء ذات المنشأ الحيواني هي جميع المواد، بما فيها اللحوم، بما فيها الأجبان، بما فيها الألبان، بما فيها حتى وحدات التصنيع، تحويل من تصنيع المصانع، تصنيع الألبان، وتحويلها إلى مواد أخرى، وكذلك السلخانات وأماكن بيع اللحوم وعرضها. بالتالي مستمدة من القانون الدولي، طبعا القانون الدولي فيه نظم معروفة صحية اللي هي شينجال والكودكس أليمنتاريس والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، اللي وضعت بالتعاون طبعا منظمات ذات الشأن، اللي وضعت استراتيجية عامة ونظم صحية للمحافظة على المستهلك بصفة عامة. وهون ذكرنا عندنا صحة واحدة، ما فيش صحتين، في جميع القطاعات مرتبطة بما فيها وزارة الصحة ووزارة التجارة. وزارة الصحة يعني جانب بالنسبه للي بايع من نفسه صحته، ياك يعني ما عنده امراض معديه يا الله وتشرف عليه. بالنسبه لوزاره التجاره عندها قضيه الانجال، كانوا صالح التاريخ، قضيه التاريخ. وبالنسبه لنا احنا المصالح البيطريه جميع المواد اللي صحتها وطريقه عرضها مسؤول عن المصالح البيطريه. طبعا عندنا على مستوى الحدود متباركين مع ان شاء الله تفعيل ذوك النقاط البيع، نقاط الدخول بالنسبه للميناء وبالنسبه للمطار الجديد وبالنسبه للحدود البريه. لو تجاوزنا قضيه الحدود الى قضيه الداخل، اي رقابه لكم اليوم توجد على مبيعات اللحوم والحرص الشديد منكم على صحه المواطن بشكل يومي؟ هل توجد رقابه على نقاط الذبح؟ وهل توجد رقابه من نفسها على المواد، على الماشيه المسوقه داخل السوق؟ هل هي سليمه من الامراض هذه الماشيه؟ اين وجودكم؟ اين فرقكم في هذا المنحى؟ بالنسبه للتفتيش في الحقيقه كان حقيقه مختصر على شيء قالوا التفتيش في المسالخ من حيث قبل الذبح وبعد الذبح، الى ان في الفتره الجايه، وده طبعا ما معدل طبعا اي عمليه انطلقت مع رمضان تعود مباركه، يعني طبعا عمليه مستمره ان شاء الله ولا هي فرقه اعلاميه مديور، هي تعود عمليه مستمره به اللي من 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 مسؤوليه الدوله. اي دوله تحترم نفسها لها مصالح بيطريه موجوده متواجده، وهذا طبعا طلب المواطن وحمايه المستهلك. الحقيقه المستهلك الحامل اوله واللي هم اللي هم المصالح البيطريه الوطنيه. طبعا بالنسبه للمواد الغذائيه، عندك المواد اللي هي موجوده في الاسواق بما فيها اللحوم بما فيها الالبان، وهون نوجه طبعا نداء ان عمليه جديده، يقال يلا تعود روتينيه، ما يلا الناس تخلع تعرف تشكل المصالح البيطريه داخل من اجل سلامه المواطن وسلامه المستهلك وسلامه حتى البائع.
وإلى دور المواطن. دور المواطن هون يا الله يعرف إن طبعا هون دور توجيه يا الله، طبعا المواطن يشتري له مواد ذكية صالحة ويا الله هم اللي يتقبل العملية ويا الله. أساسا إحنا هون موجهين الكلام أساسا للبائعين واللي حقيقة الناس وطنية وجايب موردين جايبين ياسر دايرين أموالهم ومساهمين في الاقتصاد الوطني، مساهمين تأمين المواد الغذائية، مساهمة في الدولة هم شركاء، وبالتالي نحن ندور نتأكدوا جودة المنتوج، جودة المنتوج اللي واصل المستهلك حقيقة. وهون نأكد أن وصلتنا تعليمات طبعا من طبعا من إنشاء الوزارة، وطبعا هون حرص الرئيس محمد الرئيس محمد عبد العزيز على أنه مأكدين ومأكد هذا كلام مواد الاستهلاك، مأكد على أن جميع المواد اللي مستهلك واللي داخله هون الوطن تحت معايير الجودة حتى المصنعة. هل لمصالحكم ليطمئن قلب المشتري من حيث المبدأ بالنسبة للأسواق الموجودة داخل العاصمة خاصة مما يتعلق بالماشية، هل لكم وجود كل في كل نقاط بيع الماشية على سبيل المثال؟ جميع نقاط، جميع اللحوم اللي تصدر اللي تنباع اللي مختومة وموجودة في الأسواق. إذا تجاوزنا اللحوم المختومة التي تباع في الأسواق، أين وجود مصالح البيطرة في الأسواق الفوضوية الموجودة هنا لبيع الماشية على سبيل؟ شوف ذاك دخلني في سؤال هون العملية تدخل فيها جميع مجموعة من القطاعات، خالك شيء يعني تقريبا البلدية يعني وزارة الداخلية، وخالك شيء يعني وزارة شيء يعني وزارات أخرى متعددة. يعني أنتم الآن أنتم إلى الآن ينحصر دوركم في مراقبة مرحلة الذبح، مرحلة ما بعد الذبح، ما بعد الذبح مرحلة التسويق وجود حتى في الأماكن البيع. لكن في الأماكن فقط الخاض على ذات البعد التشريعي، ذات البعد التشريعي غير التنظيم. بالنسبة للتنظيم ذاك فيه مبارك مع حقيقة فم لجان حقيقة الاجتماع الأسبوع الجاي عادة تنظيم نواكشوط من ناحية الحضرية ويعطى طابع حضري للمدينة من حيث تنظيم الأسواق ومن حيث الولوج للمستهلك للمواد السليمة ذات نفع. ذات السؤال يحيني إلى دوركم في التداخل ما بين الجهود، جهودكم أو المهام التي يقوم بها قطاعكم مع القطاعات الأخرى كقطاع الصحة مثلا بشكل أساسي. هذا طبعا عرشت عليه شوي، أكد أنه هون المعالي من حكومة معالي بشكل مختصر رئيس الوزراء أنه عامل على أنه التنسيق هون لجان مشتركة، يعني تم إنشاء لجان مشتركة لدراسة جميع المشاكل المطروحة وإعطائها البوع، كل واحد عود حسب برنامج مقنن وكله معروف حدود المسؤوليات. واضح. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد والبابا مدير الخدمات البيطرية بوزارة البيطرة، كنت ضيفنا في هذه النشرة. في